مساء الخير، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن سيكشن بسيط اسمه الكارديو لاب. هي فكره السيكشن ببساطه ان احنا بنحاول نعمل محاكاه للكائن الحي. احنا بنستخدم برنامج على الكمبيوتر، البرنامج ده بيطلع لنا ورقه مطبوعه زي ما بنشوف. الورقه المطبوعه دي عباره عن كيرف بيقيس الضغط والنبض، البلاد بريشر والهارت ريت بتوع الكائن الحي، فكاننا بنتعامل مع كائن حي طبيعي في الطبيعه يعني. طبعا احنا بنجرب نستخدم ادويه، بندخل على البرنامج معطيات ان احنا بنقول له مثلا بطريقه معينه احقن لنا الدواء فلاني بتركيز معين، ومن خلال الحقن البرنامج بيطلع لنا، يعني بعد ما نحقن الدواء ده بالتركيز معين البرنامج بيطلع لنا نفس الورقه المطبوعه وفيها ضغط الانيمال والنبض بتوعه بعد تاثير الدواء. فمن خلال هذا البرنامج بنعرف نحكم على تأثير الأدوية المختلفة على البلاد بريشر والهارت ريت. أول سلايد عندنا الكيرف الأول عندنا خاص بدواء اسمه نور إبنفرين أو نور أدرينالين. طبعا ببساطة النور إبنفرين ده دواء بيشغل الألفا أند بيتا ريسبتورز، يعني مثلا بيشغل الألفا 1 ريسبتور اللي موجود في الأوعية الدموية ودي بتعمل فازو كونستريكشن وبترفع الضغط، بيشغل البيتا 1 ريسبتور ودي موجودة في الهارت وبتعمل تاكي كارديا فبيزود النبض. وعشان كده زي ما احنا شايفين لما ادينا للبرنامج دواء نور ايبينفرين لاحظنا انه ابتدى يحصل شيفت تو رايت للبلاد بريشر والهارت ريت. وطبعا اي شيفت ناحيه اليمين ده بيبقى بالزياده، اي شيفت بالكيرف ناحيه اليسار ده بيبقى بالنقص. وعشان كده النور ايبينفرين زي ما احنا شايفين عمل شيفت للهارت ريت والبلاد بريشر ناحيه اليمين، وده معناه ان النور ايبينفرين رفع الضغط ورفع النبض. بعد كده في منتصف الكيرف دخلنا في البرنامج دواء اسمه برازوسين. طبعا المفروض ان احنا عارفين ان برازوسين ده دواء بيقفل الالفا ريسبتورز، يعني كده الالفا ريسبتورز في الاوعيه الدمويه قفلت ومش هتستجيب للنور ايبينفرين. فلما رجع ادى النور ايبينفرين للمره الثانيه بنفس الدوز بتاعت المره الاولى، وده اللي باين اسفل الكيرف، عند استخدام النور ايبينفرين للمره الثانيه لاحظنا ان النور ايبينفرين فقد معظم تاثيره مقارنه بالمره الاولى، وده منطقي لان احنا كنا قافلين الالفا ريسبتور بواسطه البرازوسين فما تمكنش النور ايبينفرين من العمل عليه. الدواء الثاني في القائمه هو التيرامين. ببساطه التيرامين ده ان دايركت دراج، يعني مش بيشتغل على الريسبتور بشكل مباشر، هو بواسطه ترانسبورتر بيبتدي يدخل جوه السمباثيك نيرف، وجوه السمباثيك نيرف بيعمل على زياده خروج النور ايبينفرين من الاعصاب. يعني نقدر نقول ان التيرامين هو ان دايركت دراج، ما بيشتغلش على الريسبتور لكن بيستغل ترانسبورتر معين بيدخله داخل العصب وهناك بيبتدي يزود افراز النور ايبينفرين. وعشان كده اعطاء التيرامين للبرنامج يشبه اعطاء النور ايبينفرين للبرنامج، اكيد هيزود البلاد بريشر والهارت ريت، وزي ما احنا شايفين ابتدى يعمل لهم شيفت تو رايت، وده لان هو ابتدى يزود افراز النور ايبينفرين من العصب. في منتصف الكيرف ادينا للبرنامج الكوكايين، والكوكين كما هو معلوم هو بيقفل الترانسبورتر اللي بيستغله التيرامين للدخول داخل السمباثيك نيرف. الكوكايين بقى بيقفل هذا الترانسبورتر اللي بيمكن التيرامين من دخول السمباثيك نيرف. وعشان كده نقدر نقول ان الكوكايين بيمنع عمل التيرامين، لانه طالما التيرامين ما دخلش جوه السمباثيك نيرف مش هيزود افراز النور ايبينفرين. وده اللي حصل فعلا لما ادينا التيرامين للمره الثانيه بنفس التركيز بتاع المره الاولى باين اسفل الكيرف. التيرامين في المره الثانيه فقد تقريبا تاثيره تماما، وده منطقي لان الكوكايين منع دخوله الى السمباثيك نيرف. الكيرف الثالث عندنا خاص بالايزوبرينالين او الايزوبروترينون. الايزوبرينالين ببساطه هو بيتا اجونست بيشغل البيتا ريسبتورز، يعني مثلا بيشغل البيتا 1 ريسبتور الموجوده في الهارت ودي بتعمل تاكي كارديا وبتزود الهارت ريت، بيشغل البيتا 2 في الاوعيه الدمويه ودي بقى عكس الالفا 1 اللي موجوده برضه في الاوعيه الدمويه، دي بتعمل فازو دايليتيشن. البيتا 2 في الاوعيه الدمويه بتعمل فازو دايليتيشن وبتوطي الضغط، عكس عمل الالفا 1 في الاوعيه الدمويه اللي بتعمل فازو كونستريكشن وبترفع الضغط. وعشان كده منطقيا لما بنستخدم الايزوبرينالين بنلاقيه زود الهارت ريت، وشايفين ازاي الهارت ريت حصل له شيفت تو رايت، وده عن طريق تشغيل البيتا 1 ريسبتور اللي في القلب، وقلل البلاد بريشر وده عن طريق تشغيل البيتا 2 في الاوعيه الدمويه. جينا بعد كده استخدمنا البروبرانولول،
والبروجرام رول ده عباره عن بيتا بلوكر او بيقفل البيتا ريسبتور في وش الايزوبينالين. يبقى استخدمنا البروجرام رول اللي قفل لي كل البيتا ريسبتور ورجعنا استخدمنا الايزوبينالين بنفس الدوز للمره الثانيه، وده اللي واضح اسفل الكيرف. بس زي ما احنا شايفين الايزوبينالين في المره الثانيه تقريبا فقط معظم تاثيره طبعا مقارنه بالتاثير اللي كان بيعمله في الاول، وده منطقي لان البروجرام رول وجوده يقفل البيتا ريسبتور في وش الايزوبينالين. الكيرف الرابع خاص بالهيستامين. طبعا الهيستامين ده دواء بيشغل الهيستامين ريسبتورز. الهيستامين ريسبتورز انواع كتير، منهم نوعين ال H1 وال H2 ريسبتور، بيبقوا موجودين في الاوعيه الدمويه وبيعملوا فازودايلاتيشن. وعشان كده لما بندخل هيستامين في البرنامج بنلاحظ انه بيحصل ماركت ديكريز في البلاد بريشر زي ما شايفين في الكيرف، لان الهيستامين هيشغل ال H1 وال H2 والاثنين في الاوعيه الدمويه بيعملوا فازودايلاتيشن، فده اللي بيخلي الانخفاض في الضغط بيبقى عالي جدا. في المره الثانيه بعد كده حقنا ميبايرامين زي ما باين في منتصف الكيرف. الميبايرامين ده بيقفل ال H1 ريسبتور، وعشان كده عندي استخدام نفس جرعه الهيستامين للمره الثانيه، وده اللي باين اسفل الكيرف. لاحظنا ان الهيستامين في المره الثانيه فقد معظم تاثيره، وده طبيعي لان وجود الميبايرامين قفل واحد من الاثنين ريسبتورز اللي كان الهيستامين بيستغلهم ويشتغل عليهم ويعمل فازودايلاتيشن، وهو ال H1 ريسبتور اللي قفله الميبايرامين.